السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من نحن والعالم. لم يحدث أن أثار رئيس أمريكي هذا المقدار من العواصف الداخلية والخارجية فور دخوله إلى البيت الأبيض كما هو حاصل مع دونالد ترامب. العواصف الداخلية تبقى الأهم، لكن العواصف الخارجية لا تقل خطورة. ففي الداخل الأمريكي، ورغم مضي نحو شهر على توليه مسؤوليته، يزداد خصوم ترامب خصوصا داخل المؤسسات ومراكز التأثير، رغم أن استطلاعات الرأي أبقت على نسبة داعميه كما هي، والتي تتراوح بين 42 و47%. أما على المستوى الدولي، فلم تكن المسائل أقل صعوبة مع رسائل جس النبض التي وجهها ترامب يمينا ويسارا، وآخرها الرسائل الأمريكية الإسرائيلية في تشريع يؤشر إلى تمزيق حل الدولتين. رسائل ترامب الأخيرة وطريقة تعامله مع القضية الفلسطينية وتأييده للتوسع الاستيطاني، هذه المحاور وغيرها نناقشها مع ضيفي الأستاذ أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. نتابع هذا التقرير الذي يلقي الضوء على أبرز التطورات في مواقف ترامب من القضية الفلسطينية، ونعود لنبدأ حوارنا في هذه الحلقة. التضارب وغياب الوضوح قد يكونان أبرز السمات لموقف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فبعد يوم واحد من لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتأكيده على تبني مبدأ الدولة الواحدة أو أي حل يرضي الطرفين بأي صيغة كانت، خرجت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لتؤكد موقف ترامب وإن كان بصيغة أخرى. هيلي قالت إن دعم بلادها لخيار حل الدولتين سيتواصل، لكن الدعم الأمريكي سيتوجه في الأساس لاتفاق يرضي الطرفين. ويبدو أن تصريحات هيلي التي تحدثت عن بحث واشنطن عن بدائل لخيار حل الدولتين لم تنجح في تهدئة حالة القلق الدولي. وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيروليت عبر عن قلق بلاده من التشويش الذي يهيمن على الإدارة الأمريكية وقراراتها في هذا الملف. هذا القلق الفرنسي تقاطع مع موقف وزير الخارجية الألماني زيغمار كابرييل الذي ذهب لأبعد من القلق، محذرا من شوب حرب في منطقة الشرق الأوسط في حال إسقاط خيار حل الدولتين كمرجعية للتفاوض. موقف أوروبي تم تأكيده في ملف القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وأن الاستيطان يقضي فعليا على أي أمل في إنهاء الصراع وتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. وأيا تكن البدائل التي تتحدث عنها واشنطن، يبدو أنها تتجاهل حقيقة بسيطة على الأرض، وهي أن الخيار الوحيد هو حل الدولتين، وأن التخلي عن هذا الخيار يعني إعادة الصراع إلى مربع الصفر، وهو ما ينذر بتفجير الوضع في المنطقة التي ترقد في الأصل على صفيح ساخن. من جديد أرحب بضيفي الأستاذ أمجد الشوى، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أستاذ أمجد، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة. دعني أبدأ معك أولا بمبدأ الدولة الواحدة المقترح من ترامب، أو الذي أعلن عنه ترامب بالفعل. هل بالفعل تتجه الأمور لتطبيق هذا المبدأ كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحسب ما هو موجود على الأرض؟ لست متأكد إذا كان ترامب كان واضحا فيما يتعلق بتوجهاته السياسية وتوجهات الإدارة الأمريكية تجاه إرساء مبدأ الدولة الواحدة، في وقت أنه إسرائيل تفرض اليوم سياسة الأبرتهيد في الضفة الغربية ودولة التمييز العنصري بمعنى بناء الجدران والمعازل في الضفة الغربية، وأيضا التمييز داخل إسرائيل نفسها بين الفلسطينيين 48 والأقليات داخل إسرائيل. اليوم قضية الدولة الواحدة أيضا هي تحدي كبير جدا، وأيضا الرئيس الأمريكي لم يشر إلى المزيد من التفاصيل حول مبدأ الدولة الواحدة الذي يتحدث عنه، في وقت أنه أنهى قضية دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم حل الدولتين، وأيضا أفشل كل الجهود فيما يتعلق بذلك، وأعطى إسرائيل المزيد من الضوء الأخضر للإمعان في الاستيطان وأيضا مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتهويد القدس
وايضا قرار 2 3 3 4 فيما يتعلق بالاستيطان، وتعهد لاسرائيل بانه لن تقوم الولايات المتحده الامريكيه باستخدام حق النقد الفيتو، او حتى لن تسمح بتمرير اي قرار يتعلق باسرائيل في مجلس الامن الدولي. هذا الواقع يعطينا المزيد من الشكوك فيما يتعلق بدور الولايات المتحده الامريكيه في الفتره المقبله فيما يتعلق برعايه اي عمليه سلام او مفاوضات ترسي الى حل دولتين او حتى قضيه الدوله الواحده. هناك عدم وضوح مطلق فيما يتعلق بدور الولايات المتحده الامريكيه، ولكن الواضح بالنسبه لنا الان هو أو أمر أخضر لإسرائيل للمزيد من الانتهاكات لشعبنا الفلسطيني، وأيضا عدم حتى القلق الأمريكي السابق الذي كان يصدر عن الإدارات الأمريكية السابقة اليوم سيختفي فيما يتعلق بالاستيطان أو أي ممارسات إسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني. طيب سيد أمجد، يعني كما ذكرت التضارب وعدم الوضوح لربما هما أبرز السمات لمواقف الإدارة الأمريكية فيما يخص تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. برأيك كيف من الممكن تفسير هذا التضارب وعدم الوضوح، وهل في الأيام القادمة لربما سيتضح الموقف الأمريكي أكثر تجاه هذه القضية؟ نحن نخشى كثيرا فيما يتعلق بما صدر من موقف لترامب خلال لقائه، بمواقف صدرت من ترامب في لقائه مع نتنياهو هذا اللقاء الأخير، وإعطائه المزيد من الدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي الذي تمثل في أن الاستيطان ليس عقبة في عملية السلام، اي ان اسرائيل تمارس الاستيطان وتواصل عمليه الاستيطان. ايضا قضيه الامم المتحده واي موقف يمكن ان يتخذ من الامم المتحده لوقف اسرائيل عند حدها فيما يتعلق بالاستيطان، الحصار وغيرها، هذا امر خطير جدا. فبالتالي ليس فقط يقوض دور الولايات المتحده الامريكيه، بل يقوض ايضا دور المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحده، وايضا اي موقف ممكن أن الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالاستيطان والاحتلال. فبالتالي هناك بعض الامور التي باتت تاخذ وضوحا فيما يتعلق بدعم اسرائيل، ولكن ليس هناك وضوح فيما يتعلق بدعم عمليه التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في اقامه دولته، ايضا انهاء هذا الاحتلال بشكل كامل. فبالتالي التناقض وعدم الوضوح هو سيد الموقف الان. نحن ننتظر من الإدارة الأمريكية لربما هذه الفترة هي فترة دراسة للموقف، ولكن هناك مبادئ وضعها ترامب حتى في حملته الانتخابية فيما يتعلق بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بما يعني أن إنهاء حق الفلسطينيين في عاصمتهم القدس، وأن القدس هي خارج إطار التفاوض. نعم. وأيضا الاستيطان، بمعنى أن الاستيطان حتى أن الاستيطان أعطى إسرائيل حقها في مصادرة الأراضي، وأيضا نعم سيد أمجد، يعني سنأتي نعم. إلى هذا الموضوع بالتفصيل، مسألة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس إضافة إلى محور الاستيطان بشكل مستفيض، ولكن المؤتمر الصحفي الذي جمع نتنياهو وترامب إضافة إلى جلسات استماع مجلس الشيوخ لديفيد فريدمان السفير المكلف بالذهاب إلى إسرائيل تعطي صورة واضحة جدا عن مدى التغير في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 20 من يناير 2017، يعني منذ استلام ترامب. كيف تقرأ هذا التغير مقارنة بسياسة باراك أوباما خصوصا في موضوع الاستيطان بالإضافة إلى مسألة المفاوضات؟ يعني أنا أولا أوباما خالف وعوده وعهوده التي أطلقها سواء في إسطنبول أو في الإسكندرية أو في عندما تولى دورته الثانية في الانتخابات الأمريكية، عندما تحدث عن حقوق الشعوب
وبخاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وأنه سيتوجه وأنه سيطلق مبادرات من شأنها إنهاء هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أوباما كان يعني غير جدي في هذه المواقف، بل دعم قضية يهودية الدولة الإسرائيلية وطالب الفلسطينيين بأن يعترفوا بذلك. وبعض الأحيان كنا نسمع منه مواقف متضاربة فيما يتعلق بالاستيطان، أنه ليس عقبة، ومرة أخرى يطالب. ولكن كانت هناك بعض المواقف المتعلقة بالقلق الأمريكي تجاه الاستيطان، العلاقة مع الجانب الفلسطيني أيضا كان هناك بشكل من أشكال العلاقة مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير حافظ عليها، قضية القدس التي وعدم نقل السفارة. ولكن نحن جئنا إلى موقف ترامب حتى في حملته الانتخابية عندما أعلن بشكل واضح عن نقطتين، نقطة دور الأمم المتحدة في دعم توجهات الحقوق الفلسطينية، إقامة الدولة، وموضوع الاستيطان، وأيضا النقطة الأخرى فيما يتعلق بدعم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. هذا الأمر البالغ الخطورة أن ترامب سيتجه إلى خطوات على الأرض من أجل دعم الاحتلال، وأيضا انتكاسة فيما يتعلق المواقف الأمريكية المعروفة. حتى لو لم تنفذ، ولكن هناك مواقف وثوابت لدى الإدارة الأمريكية لم تتجاوزها على مدار سنوات طويلة، على الرغم من الانحياز الأمريكي الواضح لإسرائيل. ولكن قضية نقل السفارة، كل رئيس أمريكي كان دائما كل ست أشهر كان يتجاوز عملية من خلال عملية تأجيل نقل قرار نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. وأيضا النقطة الأخرى قضية الاستيطان، التي حتى في عهد بوش الابن وبوش الأب الحكومات الأكثر يمينية كان دائما هناك موقف واضح تجاه الاستيطان. اليوم هناك دعم أخضر، حتى في خلال نتحدث خلال أيام من تولي ترامب هناك 6000 وحدة استيطانية جديدة. إسرائيل بدأت تأخذ هذا الأمر بشكل جدي من أجل ممارسة المزيد والمزيد من العمليات الاستيطانية ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، وأيضا الإمعان في فرض الحصار على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتهويد القدس. يعني أفهمك سيد أمجد بأن ترامب نحى عقدين كاملين من سياسة الولايات المتحدة في التعامل مع القضية الفلسطينية. طيب، يعني فيما أطلق عليه ويسميه البعض الصفقة الإقليمية، هل ترى بأن ترامب يحاول قذف الكرة بعيدا الآن عن ملعب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لربما إلى الملعب العربي، وخاصة البعض يتحدث إلى الدور الخليجي في هذا الموضوع؟ يعني هناك حديث عن صفقة إقليمية لربما تدور الآن ما بين الرئاسة الأمريكية وما بين إسرائيل لتغيب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن الواجهة. يعني ترامب من الواضح حتى في المؤتمر الصحفي وإعلان عن تشكيل لجان من ضمنها لجنة خاصة فيما يتعلق بعلاقة إسرائيل مع العالم العربي، أن ترامب اليوم ونتنياهو من خلال سعي واضح لتعظيم المنفعة من الواقع الحالي لتعزيز هذه العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي باتجاه المنافع لدولة الاحتلال الإسرائيلي وعلاقات أكثر، من خلال ما أطلقه نتنياهو سلام اقتصادي، أن يكون هناك بدايات لانطلاق تبادل تجاري وعلاقات اقتصادية مع المحيط العربي، وهذا أمر بالغ الخطورة. طبعا نحن نقدر هنا موقف جلالة الملك عبد الله الثاني الذي تدخل بشكل فوري في المعلقة الأمريكية واستمكن من تغيير بعض التوجهات الأمريكية، هذا أمر بالغ الأهمية، وأن هناك مجال للفعل العربي الآن من خلال مواقف حقيقية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي وأيضا على الإدارة الأمريكية للالتزام بمبادئ عملية السلام
وايضا بحقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها مختلف القرارات الامم المتحده، وايضا الاتفاقيات التي عقدت بين الجانبين، طيب وان لا سلام، نعم، لا سلام يمكن ان يتحقق بدون حل القضيه الاساسيه للعرب وللمسلمين، وهي قضيه القضيه الفلسطينيه بشكل اساس. فهذه نتامل من القمه العربيه التي ستعقد في عمان في مارس المقبل ان يكون هناك جهد عربي حقيقي، وهناك فرصه مواتيه لتكتل عربي حقيقي للضغط على كل الجهات لاحترام هذه الوجهة العربية بحل القضية الوطنية الفلسطينية. نعم، ابقى معي سيد أمجد، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة النقاش في هذه الحلقة، ونتحدث في المحاور بعد الفاصل عن مسألة الاستيطان وكذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إضافة إلى حدود رد الفعل على هذه التطورات، سواء كانت ردود الفعل العربية أو الدولية أو حتى في الداخل الفلسطيني. فاصل قصير ونعود لمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من نحن والعالم، ونستكمل الحوار حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ودخول الولايات المتحدة على هذا الخط بشكل كبير بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية والرسائل الأمريكية الإسرائيلية. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أمجد الشوى، رئيس هيئة المنظمات الفلسطينية الأهلية. أستاذ أمجد، أهلا ومرحبا بك من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن حدود رد الفعل، وتحدثت عن ردة الفعل للدول العربية، وأشرت إلى موضوع القمة العربية في الأردن باتخاذ خطوات. هل بالفعل من الممكن اتخاذ خطوات لإيصال أيضا رسائل عربية للرئاسة الأمريكية حول الثوابت المحددة للقضية الفلسطينية؟ طبعا أن يكون هناك رفض لأي توجهات أمريكية تجاه تجاوز القضية الوطنية الفلسطينية وإعطاء الاحتلال الإسرائيلي المزيد من المصالح في المنطقة وتعميق علاقاته من خلال ما يسمى بالسلام الاقتصادي وعلاقات مجانية مع الاحتلال الإسرائيلي. نحن لدينا المبادرة العربية التي التفت عليها كل ووافقت ودعمتها كل الدول العربية. اليوم الدول العربية مطالبة بأن تكون إلى جانب القضية التي يجمع عليها الحكام والشعوب في ويجمع على دعمها من أجل أن يكون هناك موقف حقيقي لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا مواجهة هذه الانتهاكات على مختلف المستويات، وفي مقدمة ذلك أن يكون هناك مجموعة تحرك عربية للالتقاء بالإدارة الأمريكية والدفع باتجاه عدم التنازل عن أي من الحقوق، حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه على حدود 67 وعاصمتها القدس وفق مبادئ عملية السلام التي متفق عليها في المبادرة العربية. نعم سيد أمجد، يعني هذا التناقض في المواقف المعلنة من قبل إدارة ترامب، كيف تقرأ هذا التناقض ومن يخدم أيضا في أطراف القضية؟ يعني نحن ننظر بخطورة أيضا لتأثيرات تصريحات ترامب على مواقف بعض الدول الأوروبية التي بدأت أيضا تأخذ منحى مختلف، كموقف البريطاني مثلا. الموقف البريطاني بدأ يتحدث عن الاستيطان ليس عقبة أمام تنفيذ السلام، بما يعني أيضا أن الاحتلال يمكنه الإمعان في الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية وممارسة عمليات الاستيطان. هذا أمر بالغ الخطورة، ونحن نتحدث اليوم أن هناك أيضا في دول بعض دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت تتجه باتجاه يميني، فبالتالي هو مطروح على القيادات العربية وعلى مستوى الدول العربية أجمع من أجل أن يكون تحرك لتثبيت المواقف الأوروبية وعدم وإلا تأخذ منحى الدور الأمريكي. أيضا هناك
قضية محكمة الجنايات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، وملف الاستيطان أحد الملفات المهمة المطروحة فيها، ونحن نأمل بالدول العربية أن تدعم هذا الجهد بتقديم ملف الاستيطان كجريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وأن تساهم بشكل كبير في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المستويات. هناك جهود يمكن للدول العربية أن تقوم بها. نحن أيضا نؤكد على أن فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الحالية هناك قلق كبير جدا، خاصة أن هناك عدم وضوح، وإسرائيل تستغل ذلك في ممارسة المزيد من الإجراءات على الأرض في وقت نحن كعرب وكفلسطينيين بشكل خاص نتردد في قضية اتخاذ مواقف. اليوم الموقف الذي يجب أن يتخذ باتجاه أن يكون هناك تحرك قوي على مختلف المستويات، سواء على الصعيد الأوروبي، على الصعيد الأمم المتحدة، على صعيد الإدارة الأمريكية نفسها. هناك مصالح حقيقية بدأت تهدد الوضع بشكل كامل، فبالتالي المطلوب تحركات سريعة وعاجلة لإنهاء أي خطوات أمريكية من شأنها أن تعمق الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وأيضا حقوق. نعم سيد أمجد، يعني بالإضافة إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل في هذا الإطار والإدارة الجديدة نتحدث بشكل أخص، يعني هناك أيضا أمر ينطبق على السلطة الفلسطينية وهي لربما بحسب بعض المحللين دفعها باتجاه المفاوضات إذا لم يحدث تغيير دراماتيكي، خاصة فيما بعد مرحلة الرئيس محمود عباس، لأنها الولايات المتحدة الأمريكية تريد الحفاظ على الوجود الحالي للسلطة دون تغييرات. هل بالفعل هذا موجود ومطروح من قبل الإدارة الأمريكية في المحافظة على كيان السلطة الفلسطينية الحالي لعدم الاصطدام مع إسرائيل بشكل متطور في المرحلة القادمة؟ يعني من الواضح أن حتى الآن العلاقات ما بين السلطة الفلسطينية وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو بالحد الأدنى، خلافا لأي إدارات أمريكية سابقة كان هناك اتصالات وعلاقات مباشرة على مستويات أعلى من ما هو موجود بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، ولكن قضية إبقاء السلطة الفلسطينية هي موجودة بناء على اتفاقات وقعت في البيت الأبيض، فبالتالي لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية ستدخل المنطقة بصراع جديد حول موضوع إنهاء دور السلطة. إنهاء دور السلطة يعني إنهاء اتفاق أوسلو واستحقاقات اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين، منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال، برعاية أمريكية في البيت الأبيض كما يذكر الجميع، وأيضا ما تلا ذلك من اتفاقيات. فبالتالي إنهاء السلطة الفلسطينية هو إنهاء عملية السلام بكاملها. إسرائيل هي ستحاول أن تأخذ من دور السلطة الفلسطينية لتعطيه للجان محلية وأدوار على المستوى المحلي، فبالتالي الإدارة الأمريكية ستتردد في اتخاذ أي مواقف من شأنها أن تنهي وجود السلطة، لربما تضعف أكثر دور السلطة ولكن لا تنهي، بمعنى أن حتى يكون هناك موقف أكثر وضوحا للإدارة الأمريكية. وهنا ربما ذكرت أنت أن فريدمان وهو أحد الداعمين للاستيطان سيكون سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، فبالتالي هناك وضع سيكون مأساوي بمعنى الكلمة. فهنا نأمل من السلطة الوطنية الفلسطينية أن تتجه باتجاه توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة تحديات سواء على الصعيد الإسرائيلي، على الصعيد الأمريكي، تحديات جسام وكبيرة جدا وبدأنا اليوم ندفع ثمنها عندما تعلن إسرائيل خلال أيام فقط عن 6000 وحدة استيطانية. ماذا تبقى للفلسطينيين حتى يقيموا عليها دولتهم؟ ماذا تبقى حتى مقابل عن أي حقوق نتحدث اليوم إذا كانت الأرض تذهب باتجاه إقامة المزيد من المستوطنات، والقدس التي عزلت وغزة التي حصرت ويدفع 2 مليون مواطن فلسطيني ثمنا باهظا لهذا الحصار ولهذا الواقع المأساوي؟ فبالتالي اتجاه القوى السياسية الفلسطينية
حماس فتح وغيرها باتجاه مصالحة تمكن الموقف الفلسطيني وتوحد الجهود، هذه هي الفرصة الحقيقية من أجل إنهاء هذا الوضع الفلسطيني الغريب، باتجاه وحدة تحقق للفلسطينيين صمودهم وأيضا وحدة موقفهم اتجاه المجتمع الدولي واتجاه قضايا الاحتلال. نعم سيد أمجد، يعني أخيرا إذا ما أردنا الحديث عن دور مجلس الأمن الدولي، البعض يتحدث بأنه لن يكون لمجلس الأمن الدولي أثر ذو معنى في مشاريع التسوية، وبالتالي ما يعني ترك الطرف الفلسطيني في مواجهة ميزان قوى مختل تماما، وهو ما يكون يعطي لغير صالح الطرف الفلسطيني. هل ترى بالفعل بأن دور مجلس الأمن الدولي سيكون محجم ولا يستطيع إبداء أي قرارات ممكن أن تفيد في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ للأسف الشديد هذا ما أعلنه ترامب وأيضا ممثلة الإدارة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، أنه سيتم تحييد مجلس الأمن الدولي عن القضية الفلسطينية وعن أي قرار يمكن أن يمس بالاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين، وهي انتهاكات للقانون الدولي وانتهاكات لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الأمم المتحدة. هذا أمر غريب جدا ما تقوم به الإدارة الأمريكية. الفلسطينيين يطالبون بالعدالة، يطالبون بإنجاز وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان ومقررات الأمم المتحدة والقرارات السابقة. نحن لا نطالب بشيء غريب، فبالتالي نحن نشعر بالأسى الآن. فبالتالي الرهان هو على الآن على إخواننا العرب، على الأصدقاء، وأيضا رهاننا على شعبنا الفلسطيني في صموده حتى نمر بأقل الخسائر من هذه المرحلة التي يقودها ترامب. وأيضا لربما تحدث معجزات، لا ندري ما يمكن حتى أن يحدث في حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بمواقف الإدارة الأمريكية اتجاه القضية الفلسطينية واتجاه الصراع العربي الإسرائيلي. هناك أيضا القمة العربية التي نتطلع إلى أن تكون بالفعل بوابة باتجاه موقف عربي يدعم هذا الصمود الفلسطيني ويدعم الموقف المواقف الفلسطينية اتجاه تثبيت الحقوق، وأيضا اتجاه اتصالات أكثر مع الإدارة الأمريكية وأيضا مع الدول حتى لا تنساق مع مواقف الإدارة الأمريكية. نعم. المشوهة. نعم أشكرك جزيلا. في نهاية هذه الحلقة كنت معنا الأستاذ أمجد الشوى مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. وأنتم مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل في أمان الله.